قمصان من ابو ظبي مدرب النادي الاهلي. اهلا وسهلا كابتن ومبروك طبعا. اهلا بحضرتك يا فندم، شرفتونا. الله يخليك، الله يبارك فيك. الحمد لله. ايه الماتش الحلو ده؟ الحمد لله طبعا، بشكر جمهور النادي الاهلي على الدعم دوت، وبشكر كل الناس طبعا اللي كانت بتدعم لينا بعد ربنا. بطوله مهمه وميداليه مهمه الحمد لله. عارف جمهور النادي الاهلي كان دائما طبعا ده حاجه افضل من كده، لكن ان شاء الله نوعد السنه الجايه ان شاء الله ان احنا نرجع تاني بطموح جديد وخبرات ان شاء الله كسبناها الحمد لله من البطولتين دول. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. ان شاء الله بقى لنا كتير ما شفناش ماتشات حلوه كده، صح؟ الحمد لله. النهارده اللعيبه كانت مركزه، بلاعب طبعا منافس كبير وبطل اسيا، عندهم خبرات كبيره، عندهم لعيبه شخص مميزه، فكان مهم جدا. في مشكله اكيد في المكالمه الدوليه، الخط قطع. كابتن سامي هنحاول معانا حضرتك ولا نحاول نكلمك مره ثانيه؟ كابتن سامي قمصان بشكرك جدا على المداخله، واضح ان في مشكله في الخطوط. طيب بفكركم بقى بمفاجاتنا الثانيه اللي هي غير ال 5000 جنيه المقدمه من كلام الناس وام بي سي مصر، عندنا مفاجاه ثانيه كبيره. ايه هي؟ مش هقولها دلوقتي. كل اتنين مخطوبين او مرتبطين او على وش جواز وعايزين ان احنا نشاركهم فرحهم او فرحتهم، يبعتوا لنا رساله على صفحه البرنامج، برنامج كلام الناس اللي ظاهره قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، يقول لنا كل التفاصيل الخاصه بفرحهم، وتحديدا الشرط بقى انك تكتب لنا تاريخ فرحك، حددتوا تاريخ جوازكم امتى، هنتواصل معاكم، فريق البرنامج هيتواصل معاكم ويقول لكم على المفاجاه اللي محضرينها لكل اتنين على وش جواز. ماشي؟ ماشي. طيب كابتن سامي معانا؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا كابتن سامي. الخط قطع، يمكن في مشكله في الخطوط. اصل احنا في الملعب والله، لسه متاسف. لسه في الملعب. فرحانين قد ايه؟ الاجواء عامله ازاي؟ لا طبعا كل لعيبه طبعا مبسوطه، وكل لعيبه فرحانه جدا. زي ما قلت لحضرتك ان ميداليه مهمه بالنسبه لنا قدام بطل كبير زي نادي الهلال، بطل اسيا، وعندهم خبرات كبيره، عندهم لعيبه مميزه. النهارده اللي انت بتثبت النادي الاهلي، النادي الاهلي بطل قاره افريقيا، والنهارده بيهزم بطل اسيا، فحاجه كبيره جدا تدل على مكانه وقيمه وقدر النادي الاهلي. لكن ان شاء الله نوع جمهورنا ان شاء الله برضه المره الثانيه، ان احنا ان شاء الله نرجع تاني البطوله اللي جايه ان شاء الله بطموح اكبر، وربنا يوفقنا ان شاء الله ونلعب بقى المباراه النهائيه ونحقق انجاز ان شاء الله ما تحققش قبل كده لينا ولجمهورنا. كابتن سامي قول لي، موسيماني قال لكم حاجه بعد الماتش؟ قال لكم حاجه؟ عمل حاجه ولا لا؟ اكيد مبسوط طبعا، شكر اللعيبه طبعا مش بعد الماتش، وقال لهم ان اديتهم كويسه ومباراه مميزه، لكن برضو جمهوركم عاوزين الافضل من كده، ولازم توعدوهم ان انتم تحققوا بطوله افريقيا عشان هي البطوله المؤهله لبطوله كاس العالم هنا، فان شاء الله لازم توعدوهم ان انتم تحققوا عشان نرجع تاني ان شاء الله هنا السنه الجايه. الجماهير كلها مستنياكوا يا كابتن سامي، راجعين لنا امتى بقى؟